إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه النافذة من قرية أبو فلاح بالقرب من مدينة رام الله في تشييع جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك 18 عاما الذي ارتقى قبل نحو شهرين من الآن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى ارتقائه بشكل فوري. بعد شهرين احتجز الجثمان، سلم الآن إلى ذويه ليشيع ويواري الثرى ليحتضنه تراب الوطن. البارحة سلم جثمان الشهيد هيثم مبارك، استقبلته العائلة والأصدقاء والأقارب بالدموع ونوع من الفرح بعودة جثمان ابنهم. العائلة دعت المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها في الحفاظ على جثمين الشهداء الفلسطينيين وإرجاعها إلى ذويها. جثمين فلسطينية تجاوزت المئات، محتجزة في ثلاجات الاحتلال بما تعرف بمقابر الأرقام الاحتلالية. إحداهم كان الشهيد هيثم مبارك الذي احتجز إلى نحو شهرين في ثلاجات الاحتلال. أعلن الاحتلال عن تسليمه عصر الجمعة يوم الجمعة البارحة، حيث يشيع الآن في قرية أبو فلاح مع توافد للمواطنين الفلسطينيين من الأهالي والأقارب والأصدقاء الذين عرفوا هيثم طيلة حياته. كان هناك في بلدة بتونيا وداع الشهيد من الوالدة في جو امتلأه بالحزن والألم. بعد قليل سيصل جثمان الشهيد بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة هنا إلى مقبرة البلدة التي تعتلي سفح الجبل هنا، ليدفن الشهيد إلى مثواه الأخير. انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من احتجاز للجثمين وأيضا إخفاء معلومات عن أهالي وذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم. هناك اتهامات عدة باستخدام أعضاء جسدية من أجساد الشهداء دون إذن ذويهم. دون أي تحرك حقوقي أو دولي يكشف تفاصيل و حالة الجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال. كانت هناك مسيرة مركزية يوم الأربعاء الماضي حضرها أهالي شهداء من كافة محافظات الوطن، طالبوا بتسليم جثامين أبنائهم أو حتى إلقاء نظرة على تلك الجثامين المحتجزة. إحدى الوالدات طالبت لو أنها تستطيع الذهاب لزيارته ولفه بلحاف شتاء يقيه من برد الثلاجات، حيث أن الجليد يتكون على أجساد الشهداء بالسنتيمترات نتيجة إطالة وجودها في تلك الثلاجات في مقابر الأرقام لدى الاحتلال. نبقيكم في هذه الصورة مشاهدين الكرام من قرية أبو فلاح بالقرب من مدينة رام الله في تغطية مستمرة لتشييع جثمان الشاب هيثم مبارك عبر وكالة جي ميديا. Thank you.
يا شاهد ارتاح ارتاح يا شاهد ارتاح ارتاح
بسم الله. بسم الله بسم الله. فهذا درب الشهداء مستمر وهذا درب الشهداء طريقنا للحرية والاستقلال. وها هم الشهداء يلو الشهيد، فها هو الشهيد يلو الشهيد، يؤكد لنا بأن طريقنا الوحيد للخلاص هي بالجهاد والاستشهاد والتضحيات والتقدم. والآن نترككم مع كلمة القوى الوطنية والإسلامية يلقيها عليكم الدكتور يوسف واصل أبو يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اليوم نودع هذا الفتى من عائلة مناضلة، هذا المناضل من عائلة مناضلة من هذه البلدة المناضلة التي تقدم دائما تضحية شهداء وجرحى وأسرى كما هو كل محافظات وبلدات وقرى ومخيمات شعبنا الفلسطيني. سيد من الدماء يقدمه شعبنا في سبيل حريته واستقلاله والتمسك بحقوقه في خانة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس. الاحتلال يعتقد انه بهذه التصفيات واطلاق الرصاص على ابناء وبنات شعبنا الفلسطيني كما جرى مع الشهيد هيثم الذي تم استهدافه وقتله بدم بارد. امام انظار العالم اجمع نقول أن شعبنا الفلسطيني الذي يقدم كل هذه التضحيات لا يمكن أن تكسر هزيمته، بل سيبقى مصمم على مواصلة الثرب من أجل الحرية والاستقلال. دماء الشهيد هيثم بارك ودماء كل شهداء شعبنا الفلسطيني لن تذهب هدرا، بالعكس من ذلك تماما ستبقى منارات مضيئة في سماء فلسطين من أجل حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني. لذلك كل ما يقوم به الاحتلال من استعمار، من سياسات قتل وتصفية، من اعتزاز جثمين الشهداء في ثلاجات الاحتلال كما جرى خلال الشهرين الماضيين، اعتزاز جثمان الشهيد هيثم وغيره من الشهداء الذين سنبقى نواصل كل تحركاتنا من أجل إطلاق سراح شهداء الثلاجات والمحاربة الأرقام، وأيضا من أجل إطلاق سراح أسرانا ومعتقلين الأبطال في زنزي الاحتلال. نقول اليوم أن اليوم هو تجديد العهد للشهيد هيثم ولكل شهداء شعبنا الفلسطيني أطفالا ونساء وكبارا. ما قدموه سيبقى هو ذات الدرب الذي يمضي عليه شعبنا الفلسطيني للتمسك بالحقوق والثوابت، للتمسك بالحرية والاستقلال، لأن لا تذهب هذه التضحيات هدرا، بالعكس من ذلك تماما سنبقى وقودا لاستمرار معركتنا مع الاحتلال للوصول إلى حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني. نقول اليوم أن كل شعبنا الفلسطيني، ونحن نودع الشهيد هيثم بارك شمام في هذه البلدة المناضلة، نقول اليوم أن كل شعبنا الفلسطيني يقف إلى جانب عائلات الشهداء، إلى جانب هذه الأرواح والدم النازف في الأرض الفلسطينية الذي لن ينبت سوى مزيد من شجر الحرية والاستقلال الذي لا بد أن يزهر خلال الفترة القادمة. لا يمكن أن ينتصر الاحتلال على كل هذه التضحيات، على هذا الدم النازف، على أسرانا ومعتقلينا الراجعين خلف قضبان زنزي الاحتلال، على جرحانا، على كل هذه التضحيات والعنفوان الذي يقدمه أبناء شعبنا الفلسطيني صغارا وكبارا. الشهيد الفتى هيثم الذي قدم روحه فداء لفلسطين سيبقى منارة صابعة ونجما من نجوم
سماء فلسطين الذي لم يزهر إلا الحرية والاستقلال. المجد كل المجد لكل شهداء شعبنا الفلسطيني وللشهيد هيثم مبارك من هذه البلدة دير الفلاح المناضلة، وأيضا الحرية للأسرى وتقليل الأطفال والشفاء للجرحى. وحتما إن شعبنا الفلسطيني العظيم الذي فيه هيثم يقدر روحه ودمه من أجل استقلال فلسطين، حتما شعبنا الفلسطيني سينتصر. والسلام عليكم. يا شهيدا أنت حي، مما مضى دهر وكان ذكرك الفواه يبقى ما حيينا في دمانا. أنت بدر فاضع ما غاب يوما عن زمانا، قد بذلت النفس تشري في الذي بعت الجنانا. أما الآن كلمة حركة فتح، كلمة حركة فتح إقليم رام الله والبيرة يلقيها الأخ أمين زمان عضو إقليم رام الله والبيرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بتلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نحن في هذه الأثناء نودع الشهيد هيثم مبارك الذي ارتقى قبل 70 يوما، والذي احتفظت سلطات الاحتلال بجثمانه في ثلاجات سجون الاحتلال. هذا الشهيد الذي يوجد إخوة له شهداء محتجزون في ثلاجات الاحتلال، معه 11 شهيدا محتجزا في هذه الثلاجات، وعشرة شهداء من أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية، ومئتان وستة وخمسون شهيدا فلسطينيا في مقابر الأرقام. أقدامهم الشهيد البطلة دلال مغربي، بطلة عملية الساحل. هذا العدو الإسرائيلي الذي ينتقم من شعبنا ومن ذوي الشهداء بالاحتفاظ بجثامين هؤلاء الشهداء كي ينتقم من الشهداء أنفسهم، وينتقم من ذويهم، وينتقم من شعبنا الفلسطيني. وعليه فإننا هنا نجدد العهد لكل شهداء.